بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نسوي طماط وبيض، مو بيض وطماط، طماط وبيض، لأن الطماط بيكون أكثر من البيض. نحتاج إلى 3 طماطيات وبيضتان، زيت، ملح، فلفل أسود. بس قطعنا الطماط قطع شوي متوسطة أو كبيرة شوي. راح نحط الطماط في الزيت. على نار متوسطة. درجة الحرارة عالية، أدوق الطماط ونحط الملح والفلفل، واللي يبي يحط نكهة كركم. حطينا ملح، فلفل أسود، ورشة كركم. قصرنا عليه. راح نحط البيض قبل شوي. نعيد المكونات: 3 طماطيات، بيضتين، ملح، فلفل أسود، وكركم. كذي تقريبا استوى عشاننا وعلينا وعليكم بالعافية. طبعا ما أخذها ناشفة، فراح أطفيها الحين خلاص.